نظمت جالية فلسطينية وعربية مقيمة في العاصمة النرويجية أوسلو بالتعاون مع سكان محليين مسيرة تضامنية واسعة النطاق تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك. تأتي هذه المسيرة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية الشنيعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. مرحبا، أنا هنا مع أطفالي تضامنا مع أطفال غزة الذين لا يستطيعون الاحتفال بعيد الفطر هذا العام بسبب إبادة جارية، والشعب النرويجي وأطفاله هنا للتضامن مع أطفال غزة، ونحن نحاول جاهدين أن نجعل حكومتنا تستمع لصوتنا حتى تتمكن من المساعدة في وقف هذه الإبادة وستبقى فلسطين حرة. أطفالنا ليسوا آمنين لأننا نحميهم من الظلم، بل لأننا نظهر لهم أننا نقف ضد الظلم، وهذا ما نقوم به هنا في دولة سلمية مثل النرويج. نأخذ أطفالنا إلى التظاهرات لنريهم أننا بحاجة للوقوف ضد الفظائع والشر الذي يحدث الآن في غزة. رفع المشاركون فيها العلامة الفلسطينية ورددوا شعارات تندد بالجرائم الإسرائيلية والعدوان على المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. حمل الأطفال النرويجيون وأسرهم لافتات تعبيرية تطالب بوقف العنف والاحتلال. طالما أن العدوان وقتل الأهالي في غزة مستمر، راح نستمر أيضا احنا هنا بالتظاهر، ولن نسكت طالما أن العدوان مستمر. لازم ننوه على قضية مهمة، أن العدوان مو بس على أهلنا في غزة، العدوان على الضفة الغربية في هذه اللحظات، وإحنا نتظاهر أيضا هناك اعتداء من المستوطنين على أهالينا في قرية المغير، وأيضا هناك تضييق على أهالينا في القدس. القضية ليست قضية غزة لوحدها، القضية تخص كل فلسطيني. هذا الاحتلال الآثم يريد إخراج كل فلسطيني من أرضهم وأن يبقى في هذه الأرض، لكننا لن نسكت. إن كان لديكم السلاح فنحن لدينا الصوت والكلمة الحرة. وفي بيان للمنظمين دعوا الحكومة النرويجية إلى تبني موقف حازم ضد الجرائم الإسرائيلية وقطع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدين أهمية وقف حمام الدم في فلسطين وتحقيق العدالة الدولية. كنا في مظاهرات كثيرة في مدينة أوسلو للتعبير عن رأينا والضغط على الحكومة النرويجية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومقاطعة العلاقات مع إسرائيل وغلق سفارتهم. نقوم بكثير من الأكشنات اللي هي الوقفات الاحتجاجية في أوقات عملهم، لنقول لهم نحن هنا، نحن مساندين لغزة وللشعب الفلسطيني، ولن نركع ولن نستسلم، سنكون دائما شوكة في حلق أي شخص يساند العدوان الإسرائيلي على غزة. هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي للتعبير عن التضامن والوحدة بين أطفال النرويج وأطفال غزة، وللتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي تعاني منها غزة. علي طالب، لتلفزيون فلسطين، النرويج أوسلو.